وبمناسبة عيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين. هذا وقد أشاد المواطنون باللفتة التي قامت بها وزارة الداخلية مثنين على دور أفراد الشرطة في خدمة المجتمع. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان. تحتفل مصر بعيد الشرطة 72، والذي يجسد قيم التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب لحماية أمنه وترابه واستقلاله. ولأنه عيد لكل المصريين، فقد حرص رجال الشرطة على اصطحاب طلبة عدد من المدارس في حافلة مكشوفة تجوب شوارع وميادين القاهرة، تنثر الفرح والبهجة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. أنا سوري بقالي 11 سنة في البلد دي، فضلتوا على راسنا في الأمن والأمان وكل حاجة. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. نشكركم جدا على مدى السنين اللي فاتت كلها، وانتوا واقفين في ظهر الشعب وبتحافظوا على الأمن والأمان. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة تضمنت نزول رجال الشرطة بأنحاء الوطن إلى الشوارع والميادين للاحتفال مع المواطنين بهذا الحدث الوطني الذي يعد علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث. تهنئة متبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة الذين أهدوهم ورودا وهدايا بهذه المناسبة الخالدة في الذاكرة الوطنية، مع كلمات الشكر التي تعكس التقدير الكبير للدور الوطني للشرطة المصرية عبر العصور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار. وإحنا مبسوطين بالأمن والأمان اللي إحنا رجعنا فيه، ووجودكم في الشارع أكبر رسالة للأمن والأمان اللي إحنا وصلنا له. شكرا ليكم على الأمان اللي إحنا شايفينه في المحافظة. صلاح حضرتك خير. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسند بعض. الله المصريين لما يحبوها بجد بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وضيوف الوعد. لوحة وطنية تشهدها الشوارع والميادين احتفالا بعيد الشرطة تزينها الفرحة الكبيرة على وجوه الجميع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي يأتي الاحتفال بها كل عام، ليذكر الجميع بمدى التلاحم الوطني بين الشرطة والشعب المصري العظيم. تحيا مصر وتحيا الشرطة المصرية، وكل سنة هم طيبين ومصر كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سلام طيبين جميعا على المجهود المبذول ده، وحاجه يعني مفيش بعد كده والله. ربنا يوفقه دايما ونبقى في حمى الله وحماه. حبيبنا رئيسنا السيسي، احنا بنقول لك كل الشكر وكل التقدير وكل الحب.